ونعود معكم إلى الشأن السوري، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان في مدينة درعا جنوبي سوريا أن هناك انتشارا كثيفا لقوات الأمن في المدينة، فضلا عن سماع إطلاق نار فيها. معي عبر الهاتف من درعا شاهد عيان. محمد، أنت شاهد عيان متواجد في درعا، صف لنا ما يدور الآن تحديدا في المدينة. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام. أنا من درعا البلد، بيتي قريب على مسجد العمري. الساعة 4 بعد صلاة الصبح تقريبا 4 ونص قطعوا الهاتف، قطعوا الكهرباء، قطعوا الهواتف الأرضية. ودخلوا الجيش من كل المناطق، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، من كل مناطق درعا. وصار إطلاق نار كثيف. إطلاق نار عشوائي. أخي مجزرة مجزرة، الله وكيلك، إسرائيل ما سوت المجزرة هاي. طيب هل تستطيع ان تصف لنا الاعداد تحديدا، يعني اعداد هذه القوات التي تحدث عنها، هل هي من قوات الشرطه ام من قوات الجيش؟ يعني تحدث لنا اكثر عن هذه القوات تحديدا محمد. اخي قوات الجيش انتشار حوالي درعا. تفضل محمد. ألو. اسمعك جيدا، تفضل. الشبكه ضعيفه لا تعرفني، بدك تتحملني اخي. انتشار الجيش اول بالبدايه حوالي درعا، هو الامن، الفرقه الرابعه ماهر الاسد، الفرقه الخامسه جابوا الجيش، والله ما اخذوا اسرائيل، ما خلوا الجيش عندهم، والله ما اخذوا اسرائيل. طيب انت ذكرت انه جرى اطلاق كثيف للنيران محمد، هل من اصابات او قتلى؟ نعم، الساعة 4 ونص لهلا اطلاق النار. احنا بنحكي ماكو سامعين اطلاق النار، اطلاق نار كثيف، شيء ما بتوصف. اخي درعا غير سوداء فوق درعا. طيب. يعني نعم. هل هناك اصابات او قتلى نتجوا عن هذا اطلاق النار الكثيف الذي تتحدث عنه محمد؟ اصابات كثيره اخي، اما العدد مضبوط ما بقدر اقول لك اياه، لانه الوضع لازم احنا نفوت، واحنا خلينا نفوت توصلوا عن البيت عندي، وانا خليت عن المنطقه الجنوبيه. وصادفنا حادث الجيش بعد درعا كمان، فقلنا النار علينا، فتنا بين اشجار الزيتون، والله نسدنا. اعداد كبيره مصابين، قتلى اخي، هاون استعملوا، مدفعيه على الكرك استعملوا. ما خلوا سلاح اللي ما استعملوه، عشوائي، بيت، انسان في الشارع، ما خلوا شيء اللي ما استعملوه، مجزره راح تكون اكثر من مجزره حماه اللي عملوها بالسنه كمان. طيب هذا الوضع الذي توصفه محمد، هل هو في جميع انحاء درعا ام متمركز في اماكن بعينها؟ مركزين على درعا البلد، فاتولها من كل المناطق، من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن طريق السد من عند المهنيه، ما خلوا مكان الا فاتوا لدرعا البلد. والناس تستغيث، يعني في ناس كثير شفنا مضوا بالجانب الشارع، ما قدر ناس يسعفهم، لانه قوات عشوائيه، يعني اخوي ترك زوجتي اولادي تركتهم بالبيت، قلنا لهم الله. اخي مجزره ما حصلتش ولا بالوطن العربي. طيب لكن هل ما زال المواطنون متواجدون في شوارع المدينة أم لجأوا إلى البيوت تفاديا لهذه الأجواء التي تصفها؟ أخي من لما طفوا الكهرباء وأغلقوا الأرضي، موبايلات الهاتف الأرضي، الناس كلها دخلت البيوت، ما ظل حدا، كانت درعا ظلام دامس، لا في حدا بالشوارع ولا في، وإطلاق نار عنين بقوا الشمس عافية، ما فيش حدا بقوس عشوائي، في ناس ما تعرف، في ناس جنب بيتي في فرن قبل اخي، ناس واقفه هناك، لين يجي اطلاق النار ما الناس، كان في بطلع 100 شخص واقفين على فرن القبل، اطلاق نار كثيف عليهم، لا قدرنا نسعفهم، لا قدرنا نصل عليهم، بعدين كملوا عندنا على منطقتنا، احنا انسحبنا على الجنوب. منطقه الجنوب. نعم. شكرا جزيلا محمد، كان معنا عبر الهاتف شاهد عيان يصف لنا الأحداث في مدينة درعا السورية، شكرا لك. النشرة متواصلة فيها بعد قليل. نحو القصر الجمهوري، المعارضة.